مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. فاحتفال كبير بمناسبة ذكرى تأسيسها، مديرية شهداء بابل توزع بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية وهدايا ومنحا مختلفة لذوي الشهداء. مديرية شهداء ذي قارة تنظم دورة تدريبية بشأن ملء الاستمارة الأحصائية الخاصة بالمسح المتعلق بشهداء العراق. ياسين كاظم السوداني طالب آخر من ذوي الشهداء ينال شهادة الماجستير عبر قناة المؤسسة. رئيس لجنة الشهداء وسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب يؤكد حرص المجلس على دعم جهود المؤسسة في رعاية ذوي الشهداء. اجتماعا للمنسقين، مؤسسة الشهداء تؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل حصول ذوي الشهداء على حقوقهم وامتيازاتهم. وفد مؤسسة الشهداء يناقش مع مدير المصرف العقاري التسهيلات التي يقدمها المصرف للمقترضين من ذوي الشهداء. أكد رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب الشيخ محمد كاظم الهنداوي حرص اللجنة على الارتقاء بواقع مؤسسة الشهداء ومديرياتها عبر تشريع قانون جديد لمؤسسة الشهداء. وأضاف الشيخ الهنداوي لدى زيارته مديرية شهداء ذي قار أن إيصال الحقوق والامتيازات إلى ذوي الشهداء يشكل جزءا يسيرا من الوفاء لدماء الشهداء التي أثمرت عراقا جديدا يعيش الجميع فيه بحرية، مجددا حرص مجلس النواب على دعم جهود المؤسسة في تعويض ذوي الشهداء عن الحيف الذي طالهم في حقبة الدكتاتورية. زرنا في هذا اليوم مديرية الشهداء في محافظة ذي قار، والتقينا بالسيد مدير الفرع وكافة الأخوة المسؤولين في هذه المؤسسة الموقرة، وناقشنا معا كافة القضايا المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء وكيفية إضافة امتيازات وحقوق لهذه الشريحة المحرومة التي هي أساس مهم في بناء العملية السياسية، ودماء الشهداء دماء زاكية ودماء طاهرة، ويحفظ المرء في ولده، واليوم ذوي الشهداء هم أمانة في أعناقنا. أكد عضو مجلس الرعاية المشرف على قسم العلاقات الدكتور عبد الفتاح كاظم سعي مؤسسة الشهداء الجاد للتواصل مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق وامتيازات ذوي الشهداء من أجل تذليل العقبات التي تعترض سبيل حصولهم على الحقوق والامتيازات المتعلقة بتلك الجهات. الدكتور عبد الفتاح كاظم ولدى ترأسه اجتماعاً ضم المنسقين في الوزارات والهيئات قال إن مؤسسة الشهداء تعول على جهود المنسقين في إنجاز معاملات ذوي الشهداء في تلك الوزارات ليتمكنوا من الحصول على الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون المؤسسة.
عقدت اليوم مؤسسة الشهداء الاجتماع التنسيقي الأول بعد انقطاع دام سنة مع الوزارات كافة، وكانت هناك محاور كثيرة تم طرحها مع السادة المنسقين في تلك الوزارات، من ضمنها التعيينات ومن ضمنها الرواتب المتراكمة ومعاملات الفصل السياسي وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في وزاراتهم، وأيضا الاستفادة من أفكارهم وفي سبيل صياغة بعض التعليمات أو الضوابط في المؤسسة للاستفادة من البيانات اللي طرحوها والتي بصراحة كانت قيمة. ونأمل من الإخوان المنسقين أن يبذلون جهود استثنائية في سبيل خدمة ذوي الشهداء في الوزارات وإنجاز المعاملات اللي تخص ذوي الشهداء في تلك الوزارات، وأيضا وعدناهم في زيارة وزاراتهم وزيارة مكاتب السادة الوزراء في سبيل تقديم هذه الأفكار وهذه الطلبات لإنجازها ولتحقيقها لزيادة الكم الخدمي والنوعي لمؤسسة الشهداء. التقى وفد مؤسسة الشهداء مدير المصرف العقاري وبحث معه في التسهيلات المقدمة لذوي الشهداء المستفيدين من قروض المصرف. رئيس وفد المؤسسة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية أسام عيسى أكد أن اللقاء أثمر عن اتفاق مع إدارة المصرف لإسقاط الفوائد على القروض الممنوحة لذوي الشهداء وإلغاء فقرة التأمين على حياة المقترض باعتبار المؤسسة الضامنة له كونها هي التي تسدد تلك القروض، مشيدا بالتعاون الذي أبدته إدارة المصرف والتسهيلات التي قدمتها في منح القروض لذوي الشهداء. قمنا اليوم بزيارة المصرف العقاري والتقينا بمدير عام المصرف العقاري، تباحثنا معه حول قضية إطفاء القروض العقارية لذوي الشهداء الذين استفادوا من استلام قطعة أرض من مؤسسة الشهداء، وهنا اتفقنا على بعض الخطوط العامة العريضة، وكان التجاوب جيد وواضح من الأخوة في المصرف العقاري، ووجدنا أن المصرف العقاري ابتداء له إجراءات في إعطاء الأولوية للقروض العقارية لذوي الشهداء، وطبعا مشكورين بهذا الأمر، ولمسنا ذلك من خلال متابعتنا للقروض العقارية لذوي الشهداء أنه لهم الأولوية ويستحصلون المبالغ سلفا وبدون بمعوقات قليلة، وبحمد الله وصلنا إلى نتائج جيدة. طلبوا منا باعتبار أنه المصرف العقاري محكوم بمجلس إدارة كباقي المصارف، فيجب أن يعرض الأمر على مجلس الإدارة بعد أن يتم مخاطبتهم بكتاب رسمي من المؤسسة بالقضايا التي تم الاتفاق عليها هذا اليوم، وإن شاء الله سنوافيهم بكتاب بالتفاصيل التي اتفقنا عليها. أهلا بكم من جديد. بحضور رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عامر الخزاعي أقامت مديرية شهداء بابل احتفالا كبيرا بمناسبة الذكرى السنوية 5 لتأسيسها، وزعت فيه بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية وهدايا ومنح مختلفة لذوي الشهداء في المحافظة. التفاصيل في التقرير الآتي. بمناسبة الذكرى 5 لتأسيسها وبحضور رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عامر الخزاعي، أقامت مديرية شهداء بابل احتفالا كبيرا وزعت فيه بدل الوحدة السكنية والمنحة العقارية وهدايا الزواج وهدايا الطلبة الناجحين وإعانات علاجية وأخرى اجتماعية بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 8 مليارات دينار. وبسبب القصور الواضح في قانون مؤسسة الشهداء، أكد الدكتور عامر الخزاعي سعي المؤسسة إلى إيجاد صيغة قانونية تتيح للحكومة صرف مستحقات ذوي الشهداء خارج إطار محددات الموازنة العامة للدولة كي تتمكن من تحقيق طموحاتها المشروعة في تعويض ذوي الشهداء. نحن نقوم بتوزيع استحقاقات ذوي الشهداء من بدل الوحدة السكنية والتعويضات للمنحة العقارية
وبعض الهدايا. هذا في محافظة بابل اليوم، كانت كل أيام أخرى في محافظة أخرى، وهكذا نقوم بتوزيع بين الفترة والأخرى هذه الاستحقاقات مما توفره لنا وزارة المالية في إطار الموازنة. ونحن نطالب في هذه الأيام بأن تكون الموازنة الخاصة بتعويضات ذوي الشهداء هي بعيدة عن التشغيلية والاستثمارية، وإنما تكون تعويضات لذوي الشهداء مستحقات واجبة الدفع. الحكومة المحلية في محافظة بابل حرصت على المشاركة في احتفالية مديرية الشهداء في المحافظة لتؤكد دعمها المتواصل للمديرية في تعويض ذوي الشهداء عرفانا لدماء الشهداء الطاهرة. نحن لجنة في المجلس المحافظة، لجنة الشهداء مواكبة هذه الأحداث والبيانات، وعملها مشاركة مع مؤسسة الشهداء في محافظة بابل في تحقيق العدالة بين هذه العوائل وتقديم الأحق والأكثر استحقاقا من بين هذه العوائل. كل العوائل المستحقة حقيقة، نطمح أن تحصل عوائل الشهداء على الراتب المجزي وعلى العيش الرغيد، وتعتبر إقرار قانون مؤسسة الشهداء وأيضا السجين السياسي من القوانين التي تحسب للحكومة العراقية التي أنصفت هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع العراقي، التي لولا فضل الله وفضل دماء الشهداء وعذاب السجناء لما توصل العراق إلى نيل حريته والتخلص من الطاغوت. تقديم الاستحقاقات المختلفة التي نص عليها قانون المؤسسة لذوي الشهداء واجب تحرص مديريات الشهداء على القيام به، تقديرا لتضحيات ذوي الشهداء وتعويضا لهم عن المعاناة التي عاشوها في حقبة الدكتاتورية. بحضور مبارك من معالي رئيس مؤسسة الشهداء وبرعايته، اليوم تم توزيع مستحقات عوائل الشهداء الواردة في قانون مؤسسة الشهداء البالغة أكثر من 8 مليار دينار عراقي، تنوعت ما بين بدل الوحدة السكنية لأكثر من شهيد البالغ 124 مليون، وكذلك المنح العقارية المتنوعة بدفعاتها الثلاث، وكذلك منح الزواج البالغ 3 مليون دينار لكل متزوج من أبناء الشهداء، وكذلك منح الطلبة الناجحين وإعانات علاجية وإعانات اجتماعية وخدمات متنوعة أخرى لعوائل الشهداء. هذا تأتي ضمن قانون مؤسسة الشهداء الرامي إلى رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وتعويضهم عن سنوات الحرمان التي عانوها بسبب زمرة البعث المجرم الذي عاث فسادا في الأرض، وقد عانى ما عانى أبناء الشعب العراقي من هذا الموضوع. وعوائل الشهداء هم السند الحقيقي للحكومة العراقية وللعراق الجديد، وما العراق الجديد لا ليس له ملامح ما لم تكن لعوائل الشهداء حضور واضح بهذا العراق الجديد. ذو الشهداء الذين شملتهم مديرية شهداء بابل برعايتها وسلمتهم استحقاقاتهم أشادوا بجهود المديرية في خدمتهم وتقديمها المنح والهدايا المختلفة التي ساعدت في تحسين ظروفهم المعيشية. في هذه اليوم احتفالية للشهداء لتسميم الدفعة الثانية من منح الشهداء، وهذا العطاء الجزيل الذي تقدمه مؤسسة الشهداء لا يدل إلا يدل عن تضحيات الشهداء ووفاء لدمائهم الذين أعطوه في سبيل رفعة هذا الوطن، ولا زالت هذه التضحيات مستمرة من أجل بقاء العراق مرفوع الراية إن شاء الله بين باقي وصفوف الدول المجاورة. وندعو من الله العلي العظيم أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله بلدا مستقرا آمنا. نحن عوائل الشهداء مستفيدين من منح الزواج قدرها 3 ملايين دينار، ونشكر مؤسسة الشهداء لأن هذا المبلغ راح يقدر يعني راح نقدر نحل به هواي أمور، يعني ونسد به متطلبات الزواج اللي هي يعني بهذا الوقت يعني صعب على الشباب. وإذ تقيم مديرية شهداء بابل هذه الاحتفالية في ذكرى تأسيسها، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة الطريق من أجل تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء لتعويضهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة الدكتاتورية.
نظمت مديرية شهداء ذي قارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للأحصاء دورة تدريبية بالشأن من الاستمارة الأحصائية الخاصة بالمسح المتعلق بشهداء العراق لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الشهداء وذويهم. لنتابع هذا التقرير. في إطار سعيها إلى توثيق تضحيات العراقيين في مقارعة نظام البعث البائد، بذلت مؤسسة الشهداء جهوداً كبيرة تنوعت بين إقامة المعارض والنشاطات الثقافية المختلفة وإعداد قاعدة بيانات خاصة عن الشهداء وذويهم، إلا أن هذه البيانات كانت تنقصها الدقة لاعتمادها طرقاً بسيطة في الأرشفة، ما دعا مؤسسة الشهداء إلى التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لاستحداث استمارة خاصة توثق المعلومات الكاملة المتعلقة بالشهداء وذويهم وما قدمته لهم. مديرية شهداء ذي قار كانت سباقة في تأهيل ملاكاتها لغرض إنجاز هذا المشروع الطموح، فنظمت دورة تدريبية لتعليمهم آلية ملء الاستمارة الإحصائية الخاصة بالمسح المتعلق بالشهداء في المحافظة. كان التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء مشكوراً بإعداد قاعدة بيانات وملء استمارات بصورة جديدة تختلف عن الطريقة السابقة المتبعة، وهي طريقة باختصار تعتمد نظام الأرقام بالشكل الأساسي بدلاً من تدوين المعلومات. الغاية من هذا العمل وهذا الجهد إضافة إلى توثيق الشهداء، منها فضح جريمة البعث بأعداد الشهداء وأسباب استشهادهم والطريقة التي قتلوا بها، ولعل الأهم من ذلك في الوقت الحاضر هو تقديم إحصائية دقيقة عن ذوي الشهداء ليتسنى للمؤسسة ولكل الجهات العاملة لرفع الظلم عن ذوي الشهداء بتقديم ما يمكن تقديمه من العلاج أو من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وإن شاء الله نتمنى للجهود الخيرة التي سعت لهذا المشروع كل الخير والموفقة والنجاح. الدورة التدريبية تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية عن طريقة إدراج المعلومات في استمارة المسح وجدولة وتبويب المعلومات المتوفرة لدى المديرية عن الشهداء المسجلين فيها وذويهم وتصنيفها ومعالجتها بالطرق الإحصائية العلمية. طبعا هذه الاستمارة مقسمة جزئين، الجزء الأول عن معلومات عن الشهيد، رقم القرار ماله، تاريخ استشهاده، عن حياته يعني مقسمة، والجزء الثاني عن ذوي الشهداء، عن ما عن الحالة الاقتصادية الاجتماعية الصحية، ايش حصلوا من منح من المؤسسة. الهدف من هذا الاستمارة والمسح الإحصائي للشهداء، لا زالت بعض هناك الأصوات تعلو انه تقول ما عندنا شهداء، وهي المقابر الجماعية كلها كذبة موجودة واستعلوها الناس اللي موجودين بالقاع. فمن اجل اثبات هذا الحق ودائما انه المؤسسة تسعى انه الوفاء للدماء لكل قطرة دم لذوي الشهداء، اقامت هاي الاستمارة ومشكورة المديرية العامة للإحصاء. الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية شهداء ذي قار تهدف الى تزويد ملاكات المديرية بالمعلومات الضرورية لملء الاستمارة بغية إنشاء قاعدة بيانات رصينة عن الشهداء وذويهم لغرض الاستفادة منها في تقديم الخدمات اللازمة إلى ذوي الشهداء. تقييم مؤسسة الشهداء دورة بخصوص مسح شهداء العراق بالتنسيق مع وزارة التخطيط قسم الأحصاء، فقام مدير إحصاء ذي قار بتثقيف الباحثين الاجتماعيين في مديرية شهداء ذي قار لغرض مسح شهداء محافظة ذي قار من الشمال إلى جنوب المحافظة لغرض إحصاء الشهداء وتزويد المؤسسة بجميع المعلومات وما تسمى بقاعدة بيانات لكل شهيد داخل المديرية وعموما في العراق مركز المؤسسة في بغداد. وفضلا عن أهمية مشروع استمارة مسح شهداء العراق
في رسم السياسات والخطط المستقبلية للمؤسسة، فإن المشروع يهدف إلى التعريف بحجم الجرائم التي ارتكبها نظام البعث البائد ضد أبناء الشعب العراقي طيلة أكثر من 35 عاماً. حصل الطالب ياسين كاظم السوداني على شهادة الماجستير في التأريخ بكلية التربية الجامعة المستنصرية عن رسالته الموسومة تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي، ليسجل اسمه في سجل الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. المزيد في التقرير الآتي. ها نحن اليوم في قاعة الرافدين بكلية التربية الجامعة المستنصرية التي احتضنت جلسة مناقشة رسالة الماجستير للطالب ياسين كاظم السوداني الموسومة تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور عبد الرضا كامل الساعدي رئيساً والدكتور مازن صباح الأعرج عضواً والدكتور مثنى فليف السلمان عضواً والدكتور رضا هادي عباس عضواً ومشرفة، قررت وبعد مناقشة مستفيضة منح الطالب شهادة الماجستير في التاريخ بدرجة جيد جداً عال. اجتمعت اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم عين تاء على 458 والمؤرخ في 8/5/2012 لمناقشة رسالة طالب الماجستير ياسين كاظم خلف من قسم التاريخ كلية التربية والموسومة تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي من 296 إلى 567 هجري في قاعة الرافدين في كلية التربية يوم الأربعاء الموافق 2/6/2012. أجرت اللجنة مناقشة علنية للطالب المذكور، وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود المبذولة من الطالب واستخدامه للمراجع ودفاعه عن رسالته وأسلوب بحثه والنتائج التي توصل إليها، وعليه قررت اللجنة استناداً إلى الفقرات 4-5-6-7 من المادة 37 من تعليمات الدراسات العليا ما يلي: قبول الرسالة بدرجة جيد جداً عالية. طالب الماجستير ياسين كاظم السوداني تصدى في بحثه إلى حقبة مهمة في التاريخ الإسلامي امتدت لنحو قرنين من الزمن، لكن لطالما أغفلها الباحثون في العصر الحديث ليرفد المكتبة العربية بكتاب تفتقر إلى مثله. حقيقة يعد هذا البحث أو هذه الرسالة من الرسائل الواجب الاستمرار في كتابتها في هذا العصر أو في هذا الوقت بعدما هملت لفترات وفترات وفترات طويلة جداً، والأمر يعود إلى أنه السبب أنه دولة فاطمية. يعني هاي بداية أو مقدمات رائعة جدا من جامعة المستنصرية كلية تربية قسم التاريخ في مثل هذه المواضيع، ونتمنى على الرؤساء الأقسام قسم التاريخ في جامعة المستنصرية وفي جامعات القطر الأخرى أن تنهض بهذا الاتجاه للبحث في الموروث التاريخي وخاصة الفاطمي ومشاكل ذلك الذي نسي بين طيات الكتب وبين الأسطر، والأسباب تعود هي كما هي معلومة. رسالة تمت مناقشتها بشكل وفير جدا وغزير جدا، رسالة تستحق درجة الجيدة جدا التي تم منحها من قبل لجنة المناقشة. غاية من المناقشة أو غاية من لجنة المناقشة هو التقويم والعودة بالرسالة إلى درجات أكثر رقي مما هي عليه. الباحث ياسين كاظم السوداني ثمن جهود المؤسسة في رعاية الطلبة من ذوي الشهداء مشيداً بالدعم المادي والمعنوي الذي قدمته له المؤسسة في جميع مراحل دراسته للماجستير. إن موضوع رسالة تنظيمات الجيش في العصر الفاطمي 296-567 هجرية تمت بنجاح بتقدير جيد جداً عالي، والحمد لله والشكر، هذا الفضل يرجع في المركز الأول لله سبحانه وتعالى ولمؤسسة الشهداء مؤسسة المظلومين التي ما ادخرت وسعا في رفد هذه الرسالة بالمعنوية والمادية.
وأنا أقدم شكري وتقديري إلى مؤسسة الشهداء وإلى دولة رئيس الوزراء السيد نور الملك. وتحرص مؤسسة الشهداء على منح المتفوقين من ذوي الشهداء الفرص المناسبة ليثبتوا قدرتهم على الحصول على الشهادات العليا في الاختصاصات المختلفة، تقديراً منها لتضحياتهم ووفاءً لدماء الشهداء. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظها. إلى اللقاء.